في هذه الفقرة راح نتكلم عن نقاط وتفاصيل ضرورية يجب أخذها بعين الاعتبار عند تصميم مطبخ المنزل أو الشراء من المحلات. وأيضا ضيفتنا اليوم راح تحكي لنا نصائح وأسرار يجب أن نراعيها. طبعا ابتسام مصممة ديكور داخلي، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، مساكم جميعا بالخير. ابتسام، خلينا في البداية نتكلم عن شيء مرة مهم. تفضل. الآن لما أنا أجي أروح أبدأ في البيت بروح للمطبخ، تختلف الأذواق. يمكن كنا نتكلم تحت الهواء عن أن الأذواق مختلفة موجودة، بس في ناس تهتم بجمال المطبخ، ناس تهتم بنظافة المطبخ، ناس تهتم بكثرة الأرفف والأشياء، تفاصيل المطبخ عشان العملية. لما أنا كسيدة وأبدأ أفكر في المطبخ قبل أي شيء، إيش الأولويات اللي لازم أحطها بعين الاعتبار؟ أول شيء لازم تفكري أنت كسيدة في بيتك إيش تحتاجي من مطبخك. ما أحتاج شيء. إذا ما تحتاجي شيء مطبخ بسيط، حتى المفترض ما يكون فيه غير بس دواليب تحت وأرفف. بس يفرق من سيدة لسيدة، يعني في سيدات يطبخوا في عواير يعني حقين طبخ. صح. هذه السيدة لازم يعني تحرص على يكون أجهزتها بالمقاس الصح، المطبخ يكون بالمقاسات الصح، يعني أقل شيء 4×5 إذا هي راعية الطبخ. يعني الدواليب، الأدراج تحرص عليها، يعني هي أكيد عندها قدور، عندها صحون، عندها أيوة، فهذه لازم تحسب لها كل حاجة. وأساسا اللي تكون يعني طبيخ ترى تعرف احتياجاتها. بس فرضا لو نقول عائلة بسيطة، زوج وزوجة يعني ممكن متزوجين حديثا، ما يحتاج لهم يعني أنهم يفصلوا مطبخ كامل. أوكي، أنا مطبخي مثلا 4×4، هل أنا يعني عائلة صغيرة مضطرني أفصل 3 جدران؟ لا، ماني مضطرة. مزبوط. أنتوا عائلة حديثة تقدروا تخلوه حرف L، أجهزة يعني بسيطة، مطبخ بسيط، الدواليب تكون على القد لأن أساسا صحونهم قليل. ثلاجاتهم حتكون صغيرة، ما هي من نفس الثلاجات السيدات اللي يطبخوا. مزبوط. اللي يفتحوا، أو حتى السيدات اللي في بيوتهم شيف. يعني يفرق يعني. صحيح. في بيوت عندهم شيف أو طباخين في البيت، هذول لا يفرق، كمان المطابخ تبعتهم تكون عملية أكثر، وتكون يعني حتى المواد والخامات اللي موجودة فيها مختلفة عن العادية. مزبوط. فكل سيدة لازم تكتب حتى إيش احتياجها قبل ما تفصل مطبخها أو تدخل المطبخ. طيب خلينا نتكلم على الخامات اللي مستخدمة في المطبخ. معروفة الألمنيوم مثلا، وأيضا في الفورميكا. إيش هو الفورميكا؟ إيش الفرق بينهم؟ الفرق بينهم، الألمنيوم طبعا هو معدن في الأساس، هو معدن من الفضة أساسا، ولكن الفورميكا هو عبارة عن مواد خليط، ولكن أنا ما بقول إنه ورق أو إنه فوق بعضه، بس إنه ترى يختلف، في شيء سيء وفي شيء لا يعني جيد. الفورميكا هو اللي زي نشارة الخشب مضبوط ولا لا؟ مش نشارة الخشب، زي النيون أكثر، بس إنه نفس فكرة نشارة الخشب. نفس الفكرة. المواد المصنعة فيه تكون ما هي بجودة عالية، يتهيألي في جودة كويسة وفي جودة غير كويسة. ترى المطابخ دحين من نفس المادة هذه. يعني مثلا الهيكل يكون ألمنيوم، والداخل الدواليب يكون من الفورميكا، بس أحيانا تجي جودتها ما تتحمل الضغط. هنا يبدأ التفاصيل الدقيقة، هذه هي اللي ندخل في عملية الغش. يعني هي وأمانة الشخص. في مثلا ناس يقول لك لا والله هذا 6 ملي، هذا 4 ملي، هذا فاهم عليه. فكل ما طبعا ارتفع المقاس أو السمك كل ما كان أفضل طبعا، بس لا تحط الأربع ملي وأنا حاطة مثلا صحون اللي هي متراكمة ويطيح عليه بعد فترة. أو يعني يتحمل لكم سنة كذا الفورمك. بس الألمنيوم مثلا في كمان مادة مرة حلوة اللي هي مثل الخشب ولكن معالج. كيف؟ هو في خشب بس معالج، يعني مقفلين المسام. هذه كمان مادة مرة حلوة، يعني يتحمل الموية والرطوبة. هذا تتحمل شيء. صحيح، لأنها معالجة. يعني في مواد كثيرة طلعت في السوق مرة حلوة. بس متصدر الألمنيوم وأشوفه ممتاز يعني المطابخ. الألمنيوم من زمان الألمنيوم ممتاز. بالضبط. يعني. بس الحين صاروا إيش يغشوا في مثلا هيكل بدون داخلي. بالضبط. حتى يعني مثلا هذه الأشياء غير ما يشوفها العميل، ولكن اللي هو داخل الدواليب نفسها. أي. اللي هي كم السمك الألمنيوم. أيوة، هذه للأسف يعني تعتمد على أمانة الشخص. مضبوط. طيب سامها سألك عن نقطة مهمة، يمكن شفتها في بيت أهلي وشفتها في بيتي. إحنا لما نيجي نصمم المطبخ نفكر في شكل، في اللون،
والشكل، هنا تخزين المعلبات، هنا بحط الأكياس. بس في أشياء يعني أنا بحكي لك عن تجربتي الخاصة، في أشياء بعدين انتبهت إني أنا زي خاصة أدوات التنظيف، المخزن الطويلة هذه بالضبط، صرت أشوف كثير فيديوهات الآن منتشرة صاروا يعملوا أرفف خاصة. مثلاً على سبيل المثال فيديو استوقفني، شفتي المطبخ الرف تحت الكعب، صحيح، سووه زي درج طويل كذا صاروا يستفيدوا منه. هذه الأفكار الابتكارية إحنا يعني أنا وأنا أسوي مطبخي مستحيل كانت تخطر على بالي. هل هذه النقطة هي في ملعب المصمم أم في ملعب الحاجة، صاحب الحاجة؟ كيف أقدر أعرف تفاصيل وأحطها وأضيفها بدون ما أضيع مساحات وأضيع شيء أو أتوهق آخر شيء؟ طيب هي تنقسم على الاثنين بصراحة، يعني على صاحبة المطبخ وعلى المصمم أو اللي هو مثلا معارض المطابخ. هو المفترض في أسئلة معينة تنسأل إنه إيش احتياجكم، في أشياء بديهية يعني الأكيد إن المطبخ في منطقة تنظيف، أكيد في منطقة اللي هي المعلبات، أكيد في منطقة البهارات، حتى أكيد في منطقة اللي هي في أشياء بديهية المفترض إنه كمان المصمم يذكرها ويعرف وين يحط أماكنها. وفي أشياء أنا حابتها مثلا، والله أبغاك تسوي لي، في ناس خطر على بالهم يبغون مثلا ركن خاص كله بالأجهزة، عندها هي أجهزة لازم تذكر أنا عندي أجهزة عديدة، صح، تذكر للمصممة أو لمعرض المطبخ أنا عندي كذا كذا كذا، أبغاك تسوي لي مثلا 3-4 رفوف، أو هو يشوف الأجهزة وعلى أساسها يسوي الرفوف. يعني في طلبات خاصة وفي أشياء بديهية لازم المصمم يعرف لها يعني. وصحيح كيف أنه نحافظ على المساحات بأنه كمان نعرف توزيع المطبخ الأصلي، أنه في 3 أشياء مهمة اللي هو الفرن والمطبخ والفرن والثلاجة والزنك تبع الغسيل. فالمفترض أنه نعرف كيف نوزعها، هي تجي زي المثلث إذا كان مطبخك أكثر من 4 في 3. إذا كان مثلا مطبخك طولي وصغير فهنا توزعينها بجنب بعض، ولكن في مساحة عمل أكيد بين كل مثلا الثلاجة، بعدين مساحة عمل، بعدين الفرن، بعد كده منطقة غسيل الصحون. هنا تقدري بعدها تعرفي كيف توزعي، خلاص هنا مغسلتك حقت الصحون أوكي تحتها مثلا أدوات التنظيف بديهي، هذا الشيء عندك الفرن تحتها، إذا هو كمان فرن سطح تقدر تحطي تحتها مثلا البهارات، الأمور السريعة اللي تقدري مثلا اللي هو مثلا قدر، صحن، اللي أشياء اللي تستخدمينها بسرعة. قولي عند الثلاجة ممكن يكون اللي هو الطويلة، الدواليب الطويلة إلى السقف اللي ممكن تحطي فيها معلبات على قولتك. يعني هذه الأمور يعني أنت مجرد ما تعرفين توزعين الثلاث الأشياء اللي قلتها اللي هو الفرن والثلاجة حوض المغسلة، أيوة المغسلة، خلاص بعدها خلاص تعرفي ترتبي نفسك. وزي ما قلت لك في طلبات خاصة لازم تطلبيها وفي طلبات بديهية. شوفي احنا دائما لما نختار يعني صراحه تصميم المطابخ ما هو رخيص، واني افصل مطبخ ما هو رخيص، وانا لا اعلم يعني كيف ممكن يكون في طريقه تحايل باخذ المقاسات وغيره، يقول لك المتر يكلف كذا وكذا، فما اعرف يعني. فايش افضل جوده اني انا استخدمها لفتره اطول؟ يعني مثلا عندنا المغسله، هل الرخام افضل ولا ستانلس ستيل افضل؟ ايش الاختيارات اللي هنا؟ هل الكاونتر بيكون الخشبي او انه الرخام بيتحمل اكثر؟ وهل الرخام الصناعي او الطبيعي اكثر؟ طيب بمسكها حبه. اول شيء قلتي لي اللي هو القياسات، بالنسبه شوفي طرق الغش عديده، في اشياء ذكرتها في البدايه، وفي اللي هي انك يجي يقيس المطبخ اللي هي الزوايا المتلاقيه في الزوايا، ياخذ المقاس مرتين. ليش تاخذه مرتين؟ اوريدي خلاص الزاويه هذه اخذتها انت، ليش ترجع تاخذها من الطرف هذا؟ هذا يعني من الطرق. وفي طرق ثانيه اللي هي مثلا هي حاليا منتشره، اللي مثلا الرخام، تذكرت الرخام، الرخام يحطوا لك الرخام مثلا سماكه معينه، الطبق اللي فوق رخام بس الطبق اللي تحت مثلا مواد قابله للكسر، انت من العين تشوفين رخام بس انت ما تدريش اللي جوا، لما تحط عليه قدر حار يطق بالضبط. وبعدين كمان اللي هي المفصلات، يعني مثلا هذه الاشياء كمان لازم تنذكر يعني في العقد. ليش نحن اساسا ليش الشخص انه ينغش؟ لانه ما ذكرها في العقد. ايوه يعني مثلا قال لا انا ابغى رخام، خلاص يكتب انا رخام مثلا جرانيت او كورين، هذه الاشياء يذكرها، انا ابغى رخام طبيعي يذكرها. ف يعني مثل
هذه الطرق الغش يعني تجي لأنه ما نحفظ حقنا. بالضبط. ما يعني زي المفصلات، يعني المفصلات في إيطالي في صيني. أنا ما أقول إن الصيني في عيب، بس على الأقل يعني يذكر خلاص أنا أبغى إيطالي، الإيطالي المفصل واحد 120 ريال، خلاص أنا أبغى أدفع 120 وفي الأخير يجيب لي مثلا صيني اللي هو مثلا 60 ريال. أوف. يعني في فرق طبعاً. يعني أنا ما أقول إن هذا عيب ولا هو، بس إنه خلاص أنا أبغى طلبي. بالضبط. فمثل هذه الأشياء يعني المفصلات حتى تفرق، في مرة جودة سيئة ما يجلس معك 6 شهور يصدي. بالنسبة للسؤال المغاسل اللي هي إذا كان ولا رخام، ستانلس ستيل ولا شوفي هو كلاهما يعني ممتاز، أنا ما عليه ملاحظات. ولكن مشكلة الرخام الصناعي أو الرخام بشكل عام يروح لونه، لو ستانلس ستيل تقدرين تلمعينه، يعني في مواد معينه تنظيف تقدر تلمعي فيه. بس الرخام بعد فتره يعني قولي بعد مثلا 3 سنين 5 سنين يروح لون اللون الاصلي للرخام. بس حتى لو رخام طبيعي يروح لونه الطبيعي، الطبيعي والصناعي، لا كلهم الصناعي. كلهم اثنينهم يروح لونهم. بس هو عملي اكثر الرخام من المغاسل الستانلس. بصراحه انا اشوف كلاهما يعني يمشي للامانه، يعني طالما اثنينهم يتحملون اكثر من 5 سنين وما في احد يبدل مطبخه كل مره، بس اذا اتحمل لك اكثر من 5 سنين انا اعتبره احنا نبغى يتحمل طول العمر، لانه ما هبدل مطبخي بعد 5 سنين. ممكن السلسيل لان تقدرين تلمعينه، بصراحه انا اشوف كذا. بس الرخام يروح لونه، كيف تقدر ترجعي هذا اللون نفسه؟ جد. خاصة هذا لأن أيوة مع الشغل عليه يروح، خاصة الحوض، أنا أتكلم عن الحوض ما أتكلم عن الرخام اللي هي منطقة العمل. أيوة. لو تسأليني إيش الأفضل إن كان رخام طبيعي ولا صناعي، أنا أقول لك صناعي. أوف. صناعي الرخام الطبيعي في مسام. مزبوط. فالمسام هذه لو في مثلا نقاط أو قهوة زعفران جعل قطعة الرخام هذه ما تروح. صحيح. ما تروح. صحيح. يمتصها. بس ترى الصناعي معالج ما في مسام. مزبوط. فهم علي؟ فإتس أوكي يعني. فلكن تتخيلي لو أنت شاري رخام بذاك القيمة وعليه زعفران كمان، فوق إن الزعفران اللي كبيتي كمان خربت الرخام. فما ينفع يعني. فأنا أشوف إنه الصناعي أفضل، وكمان اللي هو الخشب المعالج، في كمان خشب معالج ما في مسهام، هذا كمان ممتاز. يعني صراحة ابتسام نصايح استفدنا منها كثير، أتمنى المشاهدين يكونوا استفادوا أيضا. شكرا لوجودك معنا اليوم. الله يسعدك. الله يسلمكم جميعا. واصلين معكم باقي الفقرات بعد الفاصل. بعد الفاصل قول رأيك، هل عندك خطة لـ5 سنوات القادمة؟